Hello guys. So النهاردة أنا هتكلم عن ال long awaited video هو عن my skincare routine. أنا ما بستخدمش حاجات كتير. الحاجات اللي بستخدمها simple جدا, بس أنا عانيت كتير جدا 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 من سوء بشرتي. كانت عندي بشرة سيئة جدا وهي ما زالت a little bit مش صافية 100%, بس it's really much more better than before لاني عملت فيها حاجات كتير جدا وجربت فيها كل الكريمات اللي في السوق, جربت فيها كل كريمات العناية بالبشرة, جربت كل العيادات. في حاجات نفعت وبعدين رجعت باظت, او في حاجات ما نفعتش خالص, لغاية ما وصلت لسكن روتين ديلي وويكلي وهو ده اللي بشرتي اتحسنت عليه. يعني ممكن نقول ل 70%. اول واهم حاجه انا بقيت بمشي عليها هي ميه. تشولي ميه, الميه مهمه جدا جدا جدا, وبالنسبه لي انا دي حاجه يعني مش حسنت بشرتي, هي السبب الرئيسي ان بشرتي اتحسنت 70%, لانها اهميتها فظيعه بالنسبه للبشره. وانا كان دايما بشرتي فيها حبوب وفيها large pores ودايما it breaks out like once every week. شرب 3 لتر ميه يوميا ساعدني كتير جدا ان بشرتي تتحسن, لاني بعد ما عملت research كتير عشان اشوف, لان بشرتي كانت من سيء لأسوأ فعلا قبل كده. بدأت أعمل ريسيرش كتير جدا عن السكن والبشرة والبرودكتس اللي بستخدمها, لقيت ان معظم البرودكتس بيبقى اوريدي فيها مية, او البرودكتس اللي بتعمل نضارة او حيوية للوش دايما بيكون فيها مية او نسبة عالية جدا من المية. قررت اني اشرب 3 لتر مية يوميا, ومن ساعتها انتي هتشوفي التحسن يمكن بعد اسبوع على طول. تاني برودكت انا بحبه جدا وفعلا حسن لي بشرتي جدا جدا هو استي لاودر فوم كلينسر, وده انا بستخدمه مرتين في اليوم من ساعه ما استخدمته. هو فور اول سكين تايبس, فمن ساعه ما انا استخدمته انا حسيت ان اللارج بورز اللي كان عندي قلت شويه, الحبوب ما بقاش وشي doesn't break out like every week زي ما كان بيحصل قبل كده. سو البريكنج اوت قل كتير, اللارج بورز قلت كتير جدا خصوصا مع الميك اب بيبان, لانه انا كان مع الميك اب دايما بيبان قوي اللارج بورز خصوصا في النهار, فدلوقتي اللارج بورز قلت جدا جدا. It really worked for my skin so much, I love it. انا هحط لكم لينك تحت لكل البرودكتس اللي بستخدمها, اسمها والنوع اللي بستخدمه ومن اي براند, عشان انتم ممكن تروحوا تشوفوا في اللوكال ستورز عندكم او في المولات عندكم بتلاقوها عادي. تالت product انا بستخدمه which I can't live without is the face brush. This thing is a, I don't know, it's like a magic stick or something. I just love it and I can't live without it. دي نوعها Clarisonic 102, بس you don't have to buy the same, يعني هما كلهم اي electronic فيس براش اظن بيدوا نفس النتيجة. من ساعة ما استخدمتها لقيت ان بشرتي عمالة تتحسن كل اسبوع. انا بحب جدا استخدمها بعد يوم طويل من الميك اب واروح مكان مكان, وشي طبعا بيبقى كله اتربة زائد الميك اب بيكون محطوط فيه فترات طويلة, فلما بستخدمها فعلا بتشيل كل نتفة ميك اب على الوش. انا ما بنصحش انكم تستخدموها كل يوم, انا بستخدمها مرتين اسبوعيا. ليه؟ لانه هي بتشيل كل شوائب وكل زيوت البشرة, وانتي ساعات محتاجة ان البشرة تطلع زيوتها عشان تجدد خلايا الوش. مش هتدي نتيجة حلوة لما تستخدميها كل يوم, هتلاقي وشك قشر, هتلاقي بشرتك شوية قشرت وبدأت تنشف, واحنا مش عايزين كده. الاحسن والامثل ليها انك تستعمليها مرتين في الاسبوع. انا بستعملها مع الاستي لاودر فوم كلينسر لانه هو ده بحسه هو جنتل جدا على الوش وما بي ما بي ما بيقشرش كتير البشره, فبستعمله مع الكلاراسونيك مرتين اسبوعيا وما اقدرش استغنى عنه. اخر برودكت انا بحبه جدا, انا استخدمته وبدات استخدمه من شهر واحد بس, هو اسمه فرسالي فولكانيك اليكسير.
كمان هحط لكم اللينك تحت عشان تشوفوه. هو ده بجيبه بس من USA or Canada I guess. I don't know, it's either USA or Canada. بس المهم انه بس بيتباع اونلاين. هي واحدة ميك اب بلوجر عاملاه, وفي عاملة منه الابيض كمان اللي هو بالذهب, وده بيتخلط مع الفاونديشن, والبلوجرز كلهم هابين بيه. I think it's pretty good, I didn't try it. بس انا استخدمت ده لانه ده للحبوب وللبشرة بشكل عام, وبيشيل الفاين لاينز, بيشيل اللارج بورز, واحلى حاجة فيه انه 100% natural, ما فيهوش اي حاجة كيماوية. ده غير انه هو مليان اوميجا 3 و 6 و 9 وفيتامين A و E, وهما دول اصلا بيكون موجودين في السمك والخضار, وانا ما بكونش الحاجات دي, فيعني this is really good for the skin. وحبيت كمان البوتل جدا ان هي مش ميسي, هي عبارة عن drops و 3 drops بس, هما ممكن يكفوا كل البشرة, وبستعمله مرتين في اليوم لاني بعد ما بستخدم الفيس برش وشي شوية بينشف, سو بحب استخدم له اي زيوت او اي حاجة عشان يرطب شوية. بس انا ما بحبش الكريمات خالص, كريمات المرطبة كلها بتطلع الحبوب و it breaks out my skin so bad. سو بستخدم الزيت لانه organic ومفهوش كيماويات, وكمان البشرة بتمتصه بسرعة جدا, مش تقيل زي الزيوت التانية بتاعت البشرة. سو بحطه وبعديها بلايك 5 seconds or 10 seconds على طول البشرة بتمتصه. يعني حتى لو هحطه قبل ما انام على السرير ما فيش مشكلة, يعني برضو ما بيبقاش هنا او بيعمل اي حاجة. سو I love it so much. سو guys, these are my favorite products, ويا رب تكونوا استمتعتوا. كمان ممكن تكتبوا تحت في الكومنتس انتوا حابين تشوفوا فيديوهات ايه كمان, وانا هحاول افيدكم باي حاجة انا هعرفها. سو so